عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا في شارع حوارة اليوم صار تسكير، ضربوا على المستوطنين صار تسكير. أجا واحد يشتري في المخبز، أجا يشتري كيلو خبز، صار يحكي لهم بدي عشان الولد، صار يحكي له لا أمزسته كيلة الخبز وشبوها. لما ينضربوا بصير يضربوا علينا شو اسمه قنابل وشو اسمه مسيل، عشان هيك احنا بنتخنق واشياء عادي. بيجي بفقعكم بلي بكلو الناس تشب، اذا مرضيوش نصهم بيجوا بفقعكم بلي معكم بلي تغاز بخنقونا. صار شي مرة واحد يعني قالوا انه انضرب حجر على مستوطن وسكروا البلد، هاي لهم يومين مسكرين على ضربة حجر، يومين زي ما انت شايف، حتى السير الشارع مسكرينه طول النهار، السيارات مش مخليهم يمرقوا عن الشارع، يلفلفوها من البلد من جوا. نعم؟ هل شو عندك؟ مخبز خسائر زي ما انت شايف، لفت هاي البضاعة وجوا في بضاعة بألوف الشواكل مرمية، يعني امبارح كبينا بضاعة ب 2000 شيكل، هاي اليوم ازود من 2000 شيكل، اشتغلنا الليلة على اساس نفتح وما فتحوش زي ما انت شايف، هاي البضاعة جوا بضاعة العربيات يعني مش اقل من 3000 شيكل بضاعة للربع. كل ما يصير مانع، كل ما يصير تسكير نفس الشيء نفس القصة. شديدين يعني ما خلوش حدا، يعني امبارح مثلا انا مسكر واكل باب المحل، اجى زبون مضطر بده كيلو خبز ما خلوهوش ياخذها. قلت لهم ياخذها يعني مش بيع، ياخذها بده ياخذها لاولاده، يلزمها ويروح فيها يعني بديش مصاري. على اساس انه ما يقولوش ببيع ولا شيء. ما رضيوش. ما حطوا كيلو الخبز منيح رموها. لا دائما كل ما يصير منع كل ما يصير احداث بصير بيساوي نفس الشيء يعني نفس المشكله، ما فيش تغيير، بالعكس يعني من سيء لاسوء. يعني زي ما انت شايف يعني لسه كل تعامل بيجي لقدام بيجي اصعب من اللي قبله.